صندوق كابتن هاني عن أخويا وكابتن عمر. كابتن هاني يعني عايز أتكلم عليه كام كلمة كده بسيطة. هو من أعز الناس اللي لعبت معاه كتير، وشرف إن أنا موجود في الفريق اللي هو موجود فيه. الناس اللي أنا بعزهم جدا كلهم، يعني مش عايز أتكلم عن الروح وعن عفر غلبهم كتير، عفوا معايا. لكن الحمد لله مبقاش أنا موجود هنا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمني معاهم ونكون اللي منتظرينه منه إن شاء الله يلعبوا فيا. أجتهد وأعمل عليا ونعمل توفيق من عند ربنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمني إن شاء الله. مشكورة جدا.